السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بكم، صحتكم طيبة وصحة عشاكم. كما راني حاط في العنوان، اليوم راح نوريكم واحد الطريقة جديدة لتحضير المسمنة، لأنه كثير من الناس شكاوا قال لك بودرة وما تساعدناش، والبودرة توقيتها مع الضحى ومع العصر مش مناسب، وهذيك المشاكل يعني اللي كاين ناس بزاف صادفت المشاكل كي رانا كنا نمدوها بودرة. يعني جمانة مساك الله بالخير، اليوم راهو بكري لايف، يعني 29 دقيقة على غير العادة، لأني مازالني في المحل، مازالني قاعد نخدم. كاين ناس شكاو من تأخير الوقت، قالك بزاف روطار 10:30 وعلى 11 غير وما على باليش، لأنه الحال بدا يبرد فريمون يعني. واليوم كما قلت لكم راح نحط لكم عواوش. عواوش مرحبا بك عواوش، أين نحتاجك؟ عندي معك هضره من بعد. محبه الرحمن مساء النور، ريم الهدى مساك الله بالخير، عندي فقدان الشهيه. إيه اوكي يا اختي، راح نحاول نجاوبك. طيب حياه المربيه، اهلا وسهلا بك. كما كنت نحكي، انا قلت كاين ناس شكاوا لنا بزاف من المسمنه كي راح نمدوا فيها بودره. احنا نمدوا فيها بودره، تشوف البودره احنا كنا نمدوا فيها هكذا، البودره كنا نمدوا فيها هكذا، المسمنه بشكل بودره، يعني كيلو 300 غرام، كيلو 300 غرام، ونحط معاها ونمدوا معاها في الغالب مشروب صويا، نمدوا معاها مشروب صويا، ونمدوا معاها مربى حلبه. مربى حلبه هذه بالنسبه للنساء، وكيكون الرجال، كيكون الرجال نمدوا مربى الحلبه والبودره ومع مشروب الحلبه، يعني مع مشروب حلبه. يعني فرق بين النساء والرجال، الرجال نمدوا لهم مربى حلبه مع مشروب حلبه، والنساء نمدوا لهم مشروب صويا مع مربى حلبه والبودره. البودره ثاني تختلف، الرجل ما نحطلوش الصويا، تاع الرجال ما نحطوش فيها الصويا، يعني نحطوا فيها مكسرات زياده شوي والزبيب زياده شوي. بالنسبه للناس اللي فاقدين الشهيه نحطوا الاملج. الاملج بزاف فاتح للشهيه، هذا هو الاملج، انا حكيت عليه بزاف، ديما كنت نقول لكم الاملج فاتح للشهيه. يعني الاملج للي ما يعرفوش، ها ورا الاملج كيكون مطحون، هذا الاملج طعمه حامض، حامض بزاف وترابي هو، بصح مليح يفتح لابيتي ما شاء الله. هذا الاملج يفتح لابيتي ما شاء الله، يعني مغرف، نحطه مغرف تاع املج في مشروب، عصير، حليب، ياغورت، حتى ما زهره عقبه بن نافع وشها الحنانه يسقس عليك الخير ان شاء الله يا رب. صح قلنا الاملج فاتح للشهيه بزاف، يعني نحطه مغرف في مشروب، عصير، ياغورت، حليب، حاجه كيما هكذا، وياكلها ويشربوا الواحد هذا قبل الغداء بساعه 45 دقيقه او نص ساعه، وقبل العشاء يعني مرتين في اليوم يفتح لابيتي ما شاء الله. احنا اليوم راح نوريكم طريقه جديده للتحضير تاع البودره. البودره احنا كما قلت لكم قبيل حاطينها بودره بزاف، اللي هي احنا كي نخلطوها بلا كونتيتي، خلطوها بلا كونتيتي، كي خلطوها تجي هكذا، احنا البودره هكذا نديروا ان كونتيتي بالشكل هذا. اليوم راح نحن نعجنوها، كيفاش راح نعجنوها؟ اليوم راح نعجنوها واش راح نحطوا فيها؟ راح نحط لكم فيها غير الصوالح النافعه باذن الله، غير الصوالح النافعه. واش راح نحطوا فيها؟ نحطوا فيها رب التمر. هذول الناس اللي قالك ما نقدروش ناكلوها بودره بالصيغه هذه، راح نحطوا لها رب التمر، ونحطوا فيها مربى ولا دبس الخروب، الناس اللي ما يعرفوش دبس الخروب، ونحطوا فيها رب التمر، عسل التمر، وراح نحطوا فيها عسل، نحطوا فيها نص، هذا نص رطل وهذا نص رطل، ونديروا ثاني نص رطل من مربى التمر، ونحطوا فيها مربى حلبة، نحطوا فيها مربى حلبة، ونحطوا فيها مشروب حلبة. هذه تولي ستوندار، كي تكون اندام ولا امرأة نحطوا لها مشروب الصويا، نحطوا مشروب الصويا الخام، يعني مشروب الصويا الثقيل هذا. أم سجود سجود وشراك الله يسلمك، لا بأس. شوفوا كما درك راح نبداو نحطوا ال شدها أكبر، راح نوريك كيفاش نبداو نحضروها. أول حاجة نحطوا السوائل هما الأولين، نحطوا السوائل هما الاولين، نحط كما العسل، نحط السوائل هما الاولين. العسل احنا سخناه، درناه في الماء السخون، درنا له حمام مائي باش يطلق شوي ما يغلبناش في الاخر. من بعد بنفس الكيل نروحو نكيلو رب التمر، نفس الكيل يعني نحطو نص رطل تاع مربى التمر،
نص طل مربى تمر، هذا فيها نص طل الفلاكون، هذا فيها نص طل، هذا الفلاكون هذا ولا البلار هذا فيه نص طل باهي صح. ونزيدو نحطو دبس الخروب ولا مربى الخروب هذا، نزيدو نحطو نص طل واحد اخر ثاني هو. وكاين انواع تاع دبس الخروب، يعني نحاول اني نشوف الافضل والاحلى اللي متوفر. الله اكبر، اللي مش مالف هذه خدمة تاع انسان نورمال مو احنا ذكر ما نعرف ندير والو. صح، وراح نحط نفس الكيل مربى حلبة. الحلبة احنا عندنا بلقو، كاين شيكولا كاين فريز كاين مشمش كاين خوخ، راح نحط نفس الكيل تاع مربى حلبة. هكذا نفس الكيل مربى حلبة. هنا راح نخدموها فام، هنا احنا هذه راح نخدموها لنسا، لانه عندنا ان كوموند عندنا طلبيات لنسا، بالتالي راح نديروها بوغ فام. راح نحطوا لها مشروب الصويا المركز، مشروب الصويا المركز. بصح وشو تجي حلوه بزاف هذه، صوف كي رانا درنا الحلبه هنايا، الحلبه هذه كي رانا درنا مربى الحلبه، سي با لا بين نحطوا السيرو تاع الحلبه تبان ليا. صوف اذا كان واحد حبه بيان دوزي اللي نحطوها له هكذاك، الميلونجي والصوالح السوائل هذه كلها على بعضها. عقليه ولات عقليه تاع حصه تاع طبخه. هنايا نبداو نحطوا البودره، نبداو نحطوا البودره ونعجنوا شوي شوي. نحطوا البودره اللي هذه اللي انا حاطها اللي قلنا الوصفه هذه لهذه، نحطوا بشوي بشوي ونعجنوها. شوف الحاله هذه مليحه حتى الفقر الدمه، مادام فيها خروب فيها رب التمر وفيها عسل معناها حتى الفقر الدمه ان شاء الله. والزبون يدلل علينا لانه احنا ماناش نحضروا بلا كونتيتي ونحطوا في لي زيطاجير وكساعتها نقعدوا نبيعوا، كل بنادم نحضروها له على قوسطوه، كل بنادم نحضروها له على قوسطوه. يعني يقول لك ما ديرليش حلبه زود لي عسل، نقص العسل، زود خروب، زود املج، زود هذه زود هذه، احنا نخدموها له على قوسطوه. عندنا فريق عمل يهبل، عندنا وداد، عندنا تقوى، عندنا ميار، عندنا محمد، عندنا طه، عندنا زهير، يعني جروب ما شاء الله تاع كلهم ناس شطورين وكلهم ناس ما شاء الله عليهم. واللي يحب المكونات كما هكذا ثاني عادي، المهم انتم كي تجوا تخلطوا راح نوريكم الوصفه واش فيها. الوصفه فيها جلجلان، فيها جلجلان وفيها حلبه اللي هو سمسم جلجلان، وفيها الحلبه وفيها الضرع وفيها العدس الاحمر محمص، وفيها زبيب، وفيها كوكاو، وفيها قمح، وفيها شوفان، وفيها الأملج، وفيها فوة، وفيها حب الصويا العزيز ولا حب العزيز اللي هو الزلم فول الصويا، فيها بزاف بزاف صوالح 13 اللي حطيتها مرة وحكيت عليها مرة، يقدر أي واحد يخلطها. برك لو طول تجوا تخلطوها المكونات لازم تتحمص. الكثيرة نحطوا شوية كثيرة بصح ما نحطوش بزاف. علاش كثيرة ما نحطوش بزاف؟ باسكو الكثيرة لو كان وحده تاكل كثيره بزاف تسمم بزاف. حنان حنان قالت مطبخ سالم الحنياوي، هاي معليش يا سيدي اعتبره مطبخ، هذا صحه وعافيه مش مطبخ. واصلا حياتنا مبنيه على المطبخ، احنا اي مره في حياتها راهي تعيش 10 سوايع في المطبخ، يعني حياتنا مطبخ. للكوليسترول الكليل خير من الزعتر، الكليل خير من الزعتر. وتقدري تحطي الزنباع، تعصي الزنباع وتشربي الزنباع وين يتباع، بابليموز حنا نقولوا بابليموز خير من تعصي وتشربي. ولا ثاني نقدروا نديروا زيت الليمون للكوليسترول، زيت الليمون مغرف من زيت الليمون في كاس مدافي مره ولا مرتين في اليوم، نافعه ياسر الحكايه هذه ان شاء الله. ممكن تعاود مقطع اللايف، واش نعاود مقطع راني يعني نخليه الفيديو انا ما نحوش، لكن تلقاوه الفيديو من بعد راني منحوش.
هيا نشانجيو الادوار دركي. كما راكم تشوف فيها دوك يتخلط، حنا كي نخلطوها كاين الناس معلم الناس ما تقدرش لا كونتيتي، كي راك تشوف فيها مكلفه شويه، كي راهي مكلفه. الرب متواجد في المحل اكيد، عندنا الرب هذا الحجم الكبير هذا، شاف هذا تاع القرعه تاع يطرو، مش غالي الرب، هو مش غالي، هو اللي غالي الخروب والعسل، هما اللي غلوها. يعني كي تحط نص رطل العسل في خلطه كيما هكذا، نص رطل راهو ب 120,000، يعني كي يكون في العسل. ممكن ثاني الخروب غالي، يعني البلار تاع الخروب تاع تركيا يمكن ثاني هو 50,000، يعني هذا اللي تكلفها الحكايه شوي. اما باقي المكونات لا. ممكن الكثيره، باش نوريكم الكثيره، الكثيره عاد كم هذه، الكثيره هذه اللي نحطوها، الكثيره بشكل ورقه هذه الزجاجي، هذه كثيره، ولا عندنا الكثيره هذه اللي هي بشكل صمغ، يعني عندنا الكثيره اللي شفتوها مورقه، وعندنا الكثيره هذه اللي هي حجره. كاين الكثيره هذه بشكل حجره بشكل صمغ، وكاينه الكثيره اللي هي شفتوها هذه بشكل ورقه. يعني هذا الكثيره ما نحطوش بزاف، الكثيره ما نحطوش بزاف، كي نجي نحطو ما نحطوش بزاف، الكثيره ما نحطوش بزاف. طيب كي تخلط نزيدو نخلطوها، نديرها مشدوده شويه، نديرها مشدوده تعود كما الكونفيتير، نخلطوها مشدوده شويه. طريقه الاستعمال هذه كيفاه، هذه علاش درناها احنا العقده. كاين بعض الناس يشكو يقول لك البودره لازم زوج مغارف في كاس حليب خاثر دافي وحلو مرتين في اليوم، مع ساعه الضحى مع ساعه العصر، انا ما نقدر لهاش، بالك الوقت ما عنديش. احنا درناها بشكل تاع العقده هذه. العقده كيفاش نديروا لها؟ تاكلها ثلاثه ولا اربع مرات في النهار. كيفاش ثلاثه اربع مرات؟ يعني مغرف مع الضحى، مغرف بعد الغداء، مغرف العشيه، مغرف بعد العشاء، يعني كل كما حبيت. يعني كي تكون عقده انت تتحكم فيها، المهم في النهايه توصل. احنا البلار اللي راح نخملوا فيه، البلار اللي راح نخملوا فيه، ونحاول دائما نهتم بلومبلاج، انا يعني يعجبني لومبلاج كي يكون التحفون، نحاول دائما نهتم بلومبلاج. راح تكون كميه وافيه بزاف وافيه، راح نحطوا في هذه، هذه تقريبا تهز اكثر من كيلو ونص تقريبا، كي تكون راح تنفصلوا كي نكملوها راح نوريها لكم. يعني البلار هذا حجمه ضخم، يعني ضخم البلار هذا. كاين وين نحطوها في البلار كي من هذا، البلار هذا تاع كيلو، البلار هذا تاع كيلو، وهذا تقريبا تاع زوج كيلو، يعني هذا كي يكون هذا تاع كيلو وهذا تاع تقريبا زوج كيلو تبان ليه، ومحمي من التكسار ما يتكسرش. السعر تاعها منش عارف دوك، احنا شوف الكبيره هذه، الكبيره تكون في حدود 320,000، الكبيره هذه تكون في حدود 320,000، بصح ما نمدولكش الخلطه وحدها، نزيدو اذا كان مراه نزيدوها معاها واحد من مشروبات الصويا، مش حليب الصويا ولا مشروب صويا ولا الصويا هذه، اذا كان مراه، اذا كان ذكر نحطو نعطولو مشروب هذا، المشروب هذا، يعني نمدو معاها حاجه، ما نمدوهاش الخلطه وحدها. هذه تكون في حدود 200، هذه ممكن في حدود 200، دركا احنا نحسبوها تكون هكذا، وهذه تكون في حدود 320,000. لانه يعني اكيد درسناها من شوي. صح، باش تعرفوا الوزن تاعها كيفاش، نروحوا نوزنوا احنا البلار هذا فارغ، نوزنوا البلار هذا فارغ، فيه 600 غرام، 654 غرام، نروحوا نعبوها دركي، نروحوا نعبوها، وباش نعرفوا الميزان احنا واش فيها، لانه الانسان العادي ياكل في حدود 20. افضل نتيجه احنا درناها، لانه هذه خدمتها قبل، افضل نتيجه درناها حصلنا عليها كانت هي تقريبا واحد الاستاذه كانت في عمر 26 27 سنه، عزبه على كل حال، كي لوطون اللي كلاتها قالت لك انا زدت 6 كيلو في خلال 28 يوم، يعني 6 كيلو في 28 يوم فيها بركه، يعني ما شاء الله، يعني ما تطلبش ما تحتاجش اكثر. كاين اللي زادوا 3 كيلو في خلال شهر، 3 كيلو، يعني البشر مش كيف كيف، كاين واحد تخدمه بسهل وواحد لا، يعني من الناس مش كيف كيف. تبقى حكاية عامل التحفيز وعامل الشهية، وتبقى ثاني بعض العوامل اللي من بينها مثلا الإجهاد، واحد مفرط في الجهد، واحد لا، واحد ياكل مليح، واحد لا، يعني مجموعة مقاييس لازم ناخذها بعين الاعتبار. يعني الخلطة واش فيها؟ الخلطة أنا قلت لكم قبيل، الخلطة واش فيها؟ الخلطة فيها السمسم، السمسم اللي هو ججلان، وفيها الحلبة، وفيها الأملج، وفيها الفوة، وفيها الصويا، فيها حب العزيز، فيها كاوكاو، فيها شوفان، وفيها زبيب،
وفيها قمح وفيها حمص لبلابي وفيها كثيرة بصح مش بزاف. و هذا هما تقريبا اللي احنا حاطينهم في الامور هذه. اللي عندها الخلطه كما الاستاذه قالت لك انا عندي الخلطه، تروحي تزيدي لها شويه رب ولا شويه عسل كما احنا درنا، رب عسل مربى حلبه، باش تجيك سهله في الماكله. لانه احنا كي درناها بودره كما قلت لكم، احنا واحد الوقت كنا نبعثوها بالشكل هذا، كان الزبون ولا الزبونه كنا نبعثوها له كيلو 300 غرام منا، نبعثوا له مربى حلبه ونبعثوا لها مشروب صويا كي تكون زبونه، واذا كان زبون نبعثوا مشروب الحلبه مع مربى الحلبه في بلاصه الصويا. كان الناس يشكوا، كانوا يقول لك من جاتني مارقه في الماكله، وكان يقول لك جاتني مارقه انا ما نقدرش ناكلها بالمغرف لانه بودره لازم تتحل في حليب ولا في ياغورت. ويعني كاين ناس، احنا فضلنا قلنا نديروها خلطه كيما مليحه للمرضعه ما شاء الله، مليحه للمرضعه ما شاء الله. طيب هاي الخلطه هنا كي كملت مع الشيف محمد درك يا ودالي هنايا، هاي كي تخلطت البلار هم مالقري ما تعمرش لانه المره الجايه ممكن نعمروه. اوكي فوالا هكذا. درك كي نوزنوها واش راح يكون فيها؟ قبيل كانت الوزن قلنا 654 غرام، كيلو 600. طيب معناها تقريبا كيلو 600 غرام صافا، كيلو 600 غرام فيها بركة يعني تكفيك مدة 20 يوم والله، وإن شاء الله فيها خير، إن شاء الله فيها خير. نتمنى أنه اللي يعاني من نقص الوزن جربوا الوصفة، أنا ما بخلتكمش بها الوصفة، قلت المكونات وارجعوا الفيديو تلقوا فيها كل شيء. كيفاش تخلطوها؟ فيها قلنا الوصفة بودرة، وش فيها؟ فيها الجلجلان اللي هو السمسم، وفيها الحلبة، فيها العدس، فيها الضرع، وفيها فول الصويا، فيها حب العزيز، فيها الأملج، فيها حمص، فيها كوكاو، فيها رشة تاع لوز مش بزاف، فيها زبيب، فيها التلغودة، أنا نسيتها. ومن بعد باش عجناها كما راكم تشوفوا، أنا عجناها بمربى الحلبة، درنا نص رطل مربى حلبة، نص رطل رب تمر، درنا قرعة مشروب صويا، ودرنا علبة تاع مربى خروب هذه، وخلطنا كل شيء على بعض وجات كيما هكذا. وان شاء الله راهي تكون بنينة، الكو تاعها ما على باليش. والله ما هي خايبة، والله غير مليح. وانا بديت نسمن، شفتوا؟ بديت نسمن. ان شاء الله تجربوها الوصفة تعجبكم، واللي يحب نحضروها ونبعثوها له على العين والراس، راح نحطوها في دي فلاكون. كاين بلارات، بلارة كبيرة بالحجم هذا راح تجي بالشكل هذا، ولا نديروها في بلار بالشكل هذا. راح نحاول الماكسيموم اني نحسبها ونطيح لكم البري الماكسيموم، يعني نحاول نقلص لكم البري، نحطها لكم غير قد هكا البري على قد ما نقدر. وان شاء الله فيها خير الوصفة. رانا كي نمدوها ما نمدوهاش هكذا، رانا كي تكون انثى قلنا، كي تكون سيدة والله انا والله انضام انفام، حطوا معها حليب صويا ولا مشروب صويا ولا هذا المشروب صويا، ونمدوا معها مشروب حلبة بالأذواق، كاين مشروب حلبة بالأذواق ولا مربى حلبة اللي هو هذا. اوكي هذا واش حبيت نقول لكم، راح نقول لكم سهرية طيبة، ليلة سعيدة، ومرحبا بكم في مركز الحنياوي. كاين بزاف دي سوربريز، درت الزرير بريسك، السعر وهي مخدومة. أنا كيما قلت البلارة الكبيرة ب 320 والبلارة صغيرة ب 200، البلارة الكبيرة وهي مخدومة كيما راها ب 320، لأنه لومبلاج وحده غالي، رانا نحكمها هكذا ونزيدو نحطوها في بورتمونجي ونزيدو نديرو لها كارتون نديرو لها ساشي. ما تصلحش لمريض السكر للأسف، لأنه فيها كل بزاف حوايج حلوين، رب التمر والخروب والسير والمربى، يعني بزاف. نقول لكم ليلة سعيدة ومرحبا بكم في مركز الحنياوي. عندي لكم سوربريز ان شاء الله، راح كاين مشروع انه يكون في مكتب في العاصمة ومكتب في مستغانم، والله اعلم. راني نقول راه مجرد مشروع اللي راني فارح به، حبيت نوريكم نوريك التلغودة والفوة والكثيرة، باهية حياة مربية.
التلغودة وش قلتي؟ نوريك التلغودة محمد صح. هذه التلغودة مليك الله يسلمك يا غالية. هذه التلغودة هذه التلغودة لحظة تشوفي هي نوع من الشامبينيو التلغودة. احنا التلغودة اللي عندنا نظيفة تعجبني انا نظيفة بزاف يعني ما شاء الله يعني التلغودة عندنا ما شاء الله نظيفة ما شاء الله. وهذه الكثيراء احنا نسموها المورقة. هذه الكثيراء هذه بشكل شيبس احنا نقولها كثيراء شيبس. وهذه الكثيراء سمغ. هذه الكثيراء سمغ وهذه كثيراء شيبس وهذه التلغودة. والفوة راها بعيد يا حياة المربي ما نقدرش نوصلها لك دوك داير لايف راهي بعيدة ما نقدرش نلحق لها هكذا تا الفوة راهي بعيدة. نقول لكم هذا هو ممكن المقادير قصدك المقادير من كل أعشاب يديروا 100 غرام 100 غرام 100 غرام 100 غرام 100 غرام تطلع لك في النهاية كيلو 500 ولا كيلو 600 غرام بصح وشو ما عدا الكثيرة قلنا ما نزودوش الكثيرة والأملج ما نزودوش أوكي مليحة بزاف مليحة للناس اللي عندهم الكواتر مليحة للناس اللي عندهم الكواتر لأنه فيها التلغودة بزاف مليحة للناس اللي عندهم فقر الدم لأنه فيها روب التمر وفيها الخروب وفيها الأملج وهذا الشيء يكفي والفوة يعني ما شاء الله نقدر البرك اللي عنده فقر الدم نخلطه هذا كما هكذا ونزيدوله زيت حبة البركة يعني اللي عنده فقر الدم نزيدولها قرعة كما هكذا زيت حبة بركة يعني الحجم هذا الكبير تاع زيت حبة البركة وتكون نافعة ما شاء الله لحكاية فقر الدم. المحل تاعنا في حي الرمال شارع مجمع مصطفاوي هذا هو المحل تاعنا. ربي يوفقك يا نادي شكرا. عمري اللي بعثت سؤال وردت عليا ما فهمتش انا عمري اللي بعثت سؤال وردت عليا المتفائله بالله عمري اللي بعثت سؤال وردت عليا ابعثي راني نشوف راني ما ردت على حتى واحد يا اختي يا المتفائله ما تزعفيش وما رانيش نجاوب ما رانيش نجاوب على الاسئله انا راني نحكي بشكل عادي. اللي قالت التلغودة بنية مشي بيضاء هذه كي تكون قديمة التلغودة كي تكون قديمة يكون لونها تاعها بني لأنه يعني تحول وتسوس. بالمناسبة التلغودة كي تكون مش محفوظة وكولر تاعها يتبدل وتسوس. احنا عندنا محفوظة بشكل صحي ما خلوهاش بزاف ويراي فيها ألوان على كل حال كيما الشامبينيو كيما هنايا هاي وراها هاي التلغودة بنية هاي كيما هكاك تشوف فيها بنية بصح من الداخل كي نكونوا مطليين فيها تكون بيضاء. ها هي كيفاش تولي هي ها هاي تلغودة هذه تلغودة اوكي. طيب ارقامنا 0553 0553 06 60 70 07 73 83 73 16 07 72 52 34 لوجين يا السلام معكم سلام 06 60 43 63 98. طيب نقول لكم ليلتكم زينه نهاركم مبروك و كاين ناس بزاف يسقسوا على شهادات الحنياوي نوريكم بعض من الشهادات تاع الحنياوي اللي الناس بزاف سقسوا عليهم. هذه الميدالية الذهبية هذه الميدالية الذهبية من البرلمان العربي لل هنا الدكتور هنا التكريم لسالم بن الحنياوي وهذه الميدالية الذهبية الحمد لله كنت محظوظ. هذه شهادة اعتماد تدريس شهادة اعتماد مدرب هذه شهادة اعتماد مدرب من الاتحاد العربي للطب التكميلي سالم ويرق وهذا الله
سبحانه عز وجل هذا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الدبلوم الاول تاعي، الدبلوم الاول تاعي مع الدكتور جميل دويك، يعني مع الدكتور جميل دويك كان هذا اول شهاده انا حصلت عليها، وكانت في 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 جوان 2012، يعني كانت في جوان 2012 هذه اول شهاده انا حصلتها. هذه شهاده من البرلمان العربي للتدريب، وهذه دبلوم احترافيه، دبلوم احترافيه في الصحه والتجميل الطبيعي سالم ويرق، وهذا دبلوم، هذا دبلوم صحه وتجميل طبيعي. باهي انا نقول لكم خالتي تهلاو في رواحكم، نقول لكم ليلتكم زينه. نروحوا نهربوا قبل لا يجينا الحجر. مسمنه تاع السلياك اللي قالت مسمنه تاع السلياك، ها هي وراها احنا خادمينها، مسمنه بدون جلوتين، ها هي مسمنه بدون جلوتين. هذه جماعة مرضى السلياك، مرضى السلياك هذه المسمنة تاعهم، نعطوها لهم بودرة، هاي مخدومة كما هكا مسمنة بدون جلوتين، هاي مكتوب فيها بدون جلوتين. اوكي، محمد هاو راح. الناس اللي ما يعرفوش المحل تاعنا، المحل تاعنا راه وراه، هذا شارع مجمع مصطفاوي، هذا حي الرمال، هذا كله حي الرمال، راه وين كما الضوء هذاك شارع مجمع مصطفاوي، احنا 100 متر على مجمع مصطفاوي، ومن المتوسطة، المتوسطة على الرمال. هذه هنايا محل دار حورية، تلقاها كما هكا، دار محل حورية للأعشاب القربية. سلام. يعني هذا المحل تاعنا احنا، هذو محلاتنا، تلاقوا هكا دار حورية للأعشاب الطبية، وإن شاء الله فيها خير. كما كنت قلت، بسم الله، نروحوا قبل يجينا الحجر. نروحوا قبل يجينا الحجر، باسكو الحجر الساعة 10 يبداو لابوليس يخطو فيه الواحد، ماهيش وحنا مش وجوه فضايح. استرجاع حاشة الشم، دير زيت مردقوش، حاشة الشم نديرو زيت المردقوش، زيت المردقوش قطري قطرة في خيشومك، وحدة منا وحدة منا. اوكي، هذا بالنسبة لاسترجاع حاشة الشم. وتروحي تبخري على القسط الهندي، ساجد الرحمن، تبخري على القسط الهندي، يعني البخار تاع القسط الهندي، تروحي تطبخي شويه قسط هندي وتحطيه في كي يطبخ مليح، تروحي تبخري به وان شاء الله فيها. الشرطه راهم بداو يدوروا، معناها لازم الواحد يروح يفر بسرعه، باسكو الشرطه راهم يدوروا. احنا مازال عندنا الحجر، ما فهمتش انا علاه، نورمالمون مبقاش حجر غير حنايا. قام الشرطة وين؟ قاعدين قاعدين سينيالي على الغاشي اللي قاعدين اصحاب المحلات و يعني الحجر على العشرة والله غير مشكلة، والله يعني بعض الناس مصالحها ضايعة و القانون يا اخي ما يمنعش دير لايف وانت تسوق يا اخي، عادي. طفل في عمره 7 سنوات، التركيز، التركيز تاع الاولاد نديرو عشبة الجينكا، انا يعني قلت لكم عشبة الجينكا جميلة جدا. الجينكا هذه اما نرحوها ونعجنوها بعسل، اما انو نغلوها ونعطوها له يشربها مشروب، يعني نقيع ولا مشروب، جميلة جدا الجينكا، معروف الجينكا انه يعني لل
للتركيز وتنشيط الدماغ يعني ما شاء الله جميلة جدا. تبقى حكاية زيادة الحركة وحاجة من هذا النوع، لزيادة الحركة نغلو البابونج ونعطوه يشرب، يعني الصبي اللي عنده حركة زيادة نغلو له البابونج، نعطوه مغلى البابونج يشرب، جميل جدا البابونج. يعني الإنسان الحركي يكالمي بيان يكالمي. احنا مدينا حتى لجماعة التوحد، يعني الولاد الصغار اللي عندهم التوحد كنا ننصحوا أمهاتهم أنهم يشربوه البابونج. البابونج نافع ما شاء الله، يعني في حالة الحركة وفرط النشاط، لأنه مهدئ كلمه بزاف. ما ياسين قالت لك ممنوع تصوب وأنت داير لايف، ما أنا باليش هاو كلش، أنا مخالفين القانون شوي. صحة يعقوب قرة عيني رد عليا يا اختي، مانيش نرد على التعليقات، راني نخطف مرة هكاك بروفيزوار برك، وش خطفت وخلاص، راني مانيش نجاوب يعني بصراحة. غدوة ان شاء الله ندير لكم لايف نجاوب على الاسئلة تاع خاوتي الكل، اللي عنده استفسار ولا عنده سؤال نجاوب غدوة. انا اليوم برك حبيت بزاف زبائن الدوم اللي عندنا المسمنة ويشكاو منها من طريقة الاستعمال، يعني بزاف ناس اللي داو المسمنة من عندنا وشكاو من طريقة الاستعمال، حبيت نعطيكم طريقة أسهل، فهمتوا؟ ولا نعطي الناس اللي يحبوا يحضروا مسمنة في الدار، حبيت نعطيكم طريقة أسهل وطريقة يعني أنفع شوي. هي أنفع، هي كي تكون مخلطة كما خلطتها أنا قبيل راهي أنفع من البودرة بصراحة، يعني راهي أنفع من البودرة بصراحة. هذه واتسوف، أنا ندير بكم تحويسة في واتسوف، هيا نحوس بكم شوية في الواد. هذه سرة الواد، هذا اللاكس تاع واتسوف، هذا اللاكس تاع الواد، ما على باليش بالك الكام تاعي مغبرة ولا ما على باليش. يعني هنا رانا في السرة تاع البلاد، رانا في السنترفيل، هذه يسموها ساحة الشباب، هذه اسمها ساحة الشباب. هذه هنا الجيري تيليكوم، الجيري تيليكوم. هذا منا السوق، هذا مدخل السوق تاع الواد، مدخل سوق الواد، هذا هو المدخل، هذا منا تدخل سوق الواد، ومنا هذا مقام الشهيد، ساحة حما الأخضر مقام الشهيد. طيب خاوتي انا نقول لكم تهلاو في رواحكم، ليلتكم زينه، ليلتكم طيبه، نقول لكم تهلاو في رواحكم. شوف طفله صغيره راهي تمشي، شو الله غير تحير فيهم، شوف بدات صغار خلاص يمشوا برا في الوقت هذا، غريبه والله. أيا خاوتي نقول لكم تصبحوا بخير، ربي يديم الصحة والسلامة إن شاء الله، ربي يشافي كل مريض، ربي يرزق كل محروم، ربي يهنيكم باللي في بالكم، ربي يوصلكم لأحلامكم، ربي يمنيكم ويقضي لكم كل شيء اللي في بالكم إن شاء الله. أنا نقول لكم تهلاو في أرواحكم. المحل تاعنا مش محل حواء، محل دار حورية، حورية اللي هي حنانة اللي هي أمي، أنا مسمي بها المحل، مسمينه مركز دار حورية للأعشاب الطبية. سي صهيب صافا صهيب اعطيني نشرب وكلمني طه والفريق. نقولكم تصبحوا بخير، ليلتكم سعيده ان شاء الله، السلام عليكم. درجة الحرارة ليلا، درجة الحرارة ليلا راهي 35 درجة، 35 درجة، راه 10 غير 5. أيا نقولكم ليلتكم زينة إن شاء الله، تصبحوا بخير، وربي قدرنا على فعل الخير، وإن شاء الله نكون قدمت لكم حاجة فيها الفائدة إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.